إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. صباحكم مبروك متابعينا، والله يحفظنا ويرفع علينا هذا الوباء هذا إن شاء الله. معكم مباشرة الآن من سوق الجملة للخضر والفواكه متابعينا، فبعد ما أزمة كورونا والحمد لله بعد ما رحمنا ربي بواحد بهذا الشيء وهذه، فجينا أننا نشوفوا شحال وصل الثمن يعني في سوق الجملة للخضر والفواكه. اكيد يعني لان ان شاء الله التساقطات الاخيره، فنتمنى من الله على ان تكون لها واحد النفع كبير علينا، خصوصا في النزول ديال الاسعار ديال الخضر والفواكه. السلام عليكم. صباح الخير خويا، كي داير؟ مزيان امور احوال ياك ماشي. والبارح وقع كلشي مزيان بعدا؟ الله يحفظك تبارك الله. مطيشة باقا كتبري؟ مطيشة صلات اليوم، صلات اليوم. تبارك الله، صلات اليوم، تبارك الله، تبارك الله. الله إلا بخير، انت صحة مزيان؟ بخير الله. عارف شحال دايرة تبارك الله السوليس؟ السوليس اخويا دايرة 60 درهم في الصندوق. 60 درهم في الصندوق، تبارك الله. الدواء؟ تبارك الله. بنينة، تبارك الله، زوين. أصلا؟ أصلا علاج جاية من 50 حتى 70. 50 ريال 70 ريال. سلسلة تبارك الله اللي كتعجبني أنا عندك أنا هاد. هادي جديدة ديال هاد الموسم هذا. ديال هاد العام. ديال هاد الموسم هذا، هادي هي ديال أكادير. تبارك الله. هادي ديال البلاد. هادي ديال البلاد. ديال الشوكة. تبارك الله وصلها، هادي حارة هادي تكون. هادي حارة هادي. باينة فيها. هي ديال أكادير. تبارك الله وصلها. أكادير هادي. الحامضة. تبارك الله وصلها. سيدي الله يبارك. اللهم آمين. تبارك الله عليك. صباحكم مبروك. الله يجيب تيسير. يعني اكيد على تبارك الله كي كنشوفوا السلعه باقا جديده، هنايا الطاطا باقا الطراب ديالها تبارك الله، يعني فيها انواع، فيها يعني الثمن يعني مختلف ما بين الطاطا وبطاطا ديال القليان وديال يعني كل حاجه والثمن ديالها. غادي نحاولوا كذلك متابعينا نكملوا في اطار هذه الجوله هذه ونعرفوا بعض الاثمنه كذلك. شحال ديال الخيار اخي؟ الخيار سيري تبارك الله. الخيار الخيار تبارك الله سيري. نتمنى من الله على ان تنفعنا وترفع علينا يعني هذا الغلاء ديال الاسعار اللي كان مؤخرا واللي شاهدناه يعني بزاف ديال الناس اللي عانوا في ظل هذه الاسعار الاخرى. شحال بصلاح ميم؟ هذه البيضة تبارك الله 54. شوف 54 نحاول نشوفوا كذلك ثمن اخر. شحال في الفلاح من الله يحفظك؟ السلام عليكم بعد. شحال في الفلاح غادي انا نكذب عليك؟ احنا الفلفل الضاني بغينا ديك الفلفله الصفراء هي اللي بانت هي عندك زوينه ديك الفلفله الصفراء. سبعه الدراهم. الله يعطيك الخير، انت اول واحد كاع نشوفك تبارك الله دير السلوفه لسميتو، انت خاصنا نشهروا وك انت يا صاحبي. تكون نهار جادي طيبتيني من الفائده. راه انت هو صاحبي راه ضروري. الله يحفظك. شي حاجه نخدم صافي نجي ندي شي صندوق. الله يحفظك. خيزو اخويا عزيز، نسولك اخويا عزيز على خيزو. ها واحد انا دابا نيت قلبوا عليه. خيزو صباح خير خويا البشير. صباح النور خويا البشير، الله يحفظك. فخيزو ها هو خيزو خويا عزيز. شحال جا من ديال خيزو الله يحفظك؟ كاين هذاك وكاين هذا الماركي. هاد الماركي شحال دايره؟ هادي دايره 100 درهم. خيزو خويا عزيز 5 دراهم اخويا عزيز. ها هو تبارك الله تبارك الله ناضي. الله يحفظك، الله يعطيك الخير. يعني ااا
كيفاش غادي نقولوا يعني واخا كانت مؤخرا يعني الشواء فكنظن على ان الاسعار ما تغيراتش بشكل كبير. مول ليمون صباح الخير، كلشي مزيان؟ الله يحفظك. لبس عليك؟ الله يحفظك. ليمون عندك تبارك الله الريحه ديالو راه ضاربه من لا. وي والحمد لله، اللهم لك الحمد. ياه والحمد لله ونشكرو. الرمان تا هو باقي، تا هو الرمان تا هو باقي زوين. ياه تبارك الله اسلام. شحال الليمون هذا؟ ليمون ما دواء ديال الكورونا. الدواء ديال الكورونا كاينه 110، الليمون ما مقاه. تصور لي مد الليمون هذا جديد، هذا تبارك الله ان شاء الله. ليمون ديال العصير هذا اللي بغيتي؟ ديال الماكله. ديال الماكله، ديال الماكله هذا. اه الله يحفظك. كاليتي هذا، كاليتي. ما عرفتش شحال داير اخويا. ليمون 6 دراهم. تبارك الله ان شاء الله. ليمون تبارك الله 6 دراهم. رمان، رمان 6 دراهم. رمان تا هو 6 دراهم. يعني تبارك الليمون تا هو تبارك الله الخير. الله يلا الخير تبارك الله. اللي مبغاش يعيش ايات الشيء واخا كيكون خاص باش ما لا الشتاء مزيان، صابات مزيان، ولكن ما نقصاتش من الثمن. وجع العروبيه راه ناشطين دابا الحمد لله. لا راه دابا باقا القديم غتنطش دابا، خاص تدوز واحد 15 يوم ولا 20 يوم ولا واحد الشهر عاد القديم. انا كنا زعما كنصحابو شي تصب البارح تبقاس اليوم. لا لا اول على الشيطان ونعدو بلا بشطار راجل. عندك طاحت لك ربح كاع. الله يحفظك. تا خلينا نشوف ترزق الله سيدي. اجي تبارك الله السوليزه تبارك الله. تا قلب صور لي المعطي. انواع واشكال تبارك الله ديال السوليزه. الله يلا شحال شحال اخويا. الله يحفظك. الله جوج درهم. هاي الله يعاونكم تبارك الله عليكم. فاروح الدوابة دائما كتكون هنايا في سوق الجملة بالنسبة للناس مع كيف يقوا في كريش بارك الله. كنعتذروا متابعينا على الانقطاع ديال هذا البث هذا، ف يعني كيف ما قال لنا السيد فولو كتصب يعني الشل هاد السيمانة هادي، فالنتيجة ما غاديش تكون على واحد 15 يوم أو لا 10 ايام على القليل. السلام عليكم. نعم شحال ديريش البال عندي؟ ها؟ قاش عندك؟ قاش عندك؟ كملت كملت. هذه المولا؟ اه باك بعد الجملة. تبارك الله. سير الله يعاونك. الله يحفظك. يعني إذا المشاهدين وصلنا يعني النهاية ديال هذا البث هذا. شكرا لكم وشكرا لتتبعكم. إلى اللقاء.